بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. أصدرت بورصة البحرين تقرير الأداء الأسبوعي للبورصة الذي يشمل أهم المؤشرات لحركة التداول خلال هذا الأسبوع، التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي. نبقى مشاهدينا في البورصة، حيث نظمت بورصة البحرين ورشة إلكترونية حول أهمية التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة كجزء من سلسلة من الورش التي تعقدها البورصة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تقارير الاستدامة. وشرحت البورصة دليل تقارير الاستدامة الاختياري الذي أصدرته الشهر الماضي، كما تطرقت الورشة إلى تقديم منهجية الإفصاح عن تقارير الاستدامة للشركات، وناقشت الورشة الاستدامة في القطاع المصرفي مسلطة الضوء على تطبيقات تقارير الاستدامة في البنوك في مملكة البحرين. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: ارتفاع مبيعات أبل داخل المجتمع الصيني بمقدار الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1290 نقطة بانخفاض بنسبة 0.11%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,716,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 417,000 دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت معظمها على انخفاض، وتصدرت الانخفاضات بورصة الكويت التي أغلقت على انخفاض بنسبة تجاوزت نقطة ونصف النقطة المئوية.
اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين برنامجها التدريبي الذي نظمته مؤخرا بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز، والذي ضم ورشتي عمل تدريبيتين عقدتا عن بعد بمشاركة أكثر من 120 مشاركا من داخل البحرين وخارجها. وناقشت الورشة الأولى التي حملت عنوان الأساسيات التقنية متطلبات التحول إلى خدمات الحوسبة السحابية، بينما ركزت ورشة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان أساسيات الأعمال على عدد من المحاور الهامة في استخدامات الحوسبة السحابية للأعمال. أعلنت شركة باتلكو أنها سترفع سرعة الإنترنت حتى 5 مرات لكل زبائن الفايبر بالمجان حتى نهاية شهر أكتوبر. وحرصت الشركة على أن تطرح هذه الخدمة مع إجازة العيد حتى تتماشى مبادراتها مع الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا لتشجيع الناس على البقاء في المنزل والحد من التجمعات. أعلنت إنفست كورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، أن لها اكتتابات في هارفست سي ال او بلغت 250 مليون يورو. ويعتبر هذا ثاني استثمار في مجال القروض المضمونة لإنفست كورب في عام 2020 بعد التزامها بقيمة 489 مليون يورو في مارس من العام الجاري، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في أوروبا لهذا العام. أعلن بنك البحرين الوطني تسجيل صافي ربح وقدره 29 مليون و100 ألف دينار خلال النصف الأول من عام 2020. التفاصيل في العرض التالي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. استطاعت شركة أبل الأمريكية التوغل داخل المجتمع الصيني لتزداد مبيعات هواتفها آيفون بمقدار الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري، بل تفوقت على مبيعات هواوي ذاتها. وقفزت مبيعات آيفون في الصين لتصبح أبل هي شركة تصنيع الهواتف الذكية الأسرع نموا في الصين في الربع الثاني، وبلغ حجم مبيعات أجهزة آيفون في الصين 7,400,000 وحدة في الربع الثاني، وهو نمو بنسبة 32% على أساس سنوياً.